السلام عليكم متابعين قناة كوريا لاند في مقطع ومراجعة جديدة. للي ما بيعرفني معاكم محمد العايد، ومراجعتنا اليوم راح تكون عن واحد من أفلامي المفضلة، فيلم The Fortress. الفيلم من إنتاج سنة 2017، وهو مبني على قصة حقيقية ومأخوذ من رواية مستندة على الأحداث الحقيقية، ومن تصنيف التاريخي والحرب والدراما والسياسة، ومن تمثيل نخبة من الممثلين مثل الممثل لي بيونغ هون، الممثل كيم يون سوك، الممثل بارك هي إل جوسو، والممثل بارك هيسون. الفيلم بيتكلم عن هروب ملك جوسون اللي هي كوريا حاليا مع 13 ألف جندي لقلعة نام هانسينغ اللي ما كان فيها الموارد الكافية لهيك عدد، بعد سقوط العاصمة بأيدي قوات تشينغ واللي كانت في صراع مع حلفاء جوسون التقليديين إمبراطورية المينغ. لينقل الفيلم الصراع بين أيديولوجيات وزراء الملك، بين مين بيشوف انه لازم يستسلم ويخضع لقوات تشينغ، وبين مين بيشوف انه لازم يقاتل للنفس الأخير. كعادتنا خلينا نبدأ مع نقاط القوة والإيجابيات ثم ننتقل للسلبيات. وأول نقاط القوة هو التمثيل المبهر والقوي جدا من الكاست وقدرتهم على تسييد شخصياتهم، بداية مع قطبين العمل الرئيسيين العملاق لي بيونغ هون بدور وزير الداخلية تشوي يونغ جيل الداعي إلى السلام والخضوع لقوات تشينغ الغازية إلهم، على عكس الشخصيات اللي بتحمل أفكار مشابهة في الدرامات التاريخية واللي بتكون خاينة، إلى أنه تشوي ميونغ جيل كان مخرص جدا لجوسون وشعب جوسون وملكه. لكن الظروف اللي كانت تحيط بجوسون في هذه الفترة من الفقر المدقع لشعب دولته وعدم مقدرة الدولة على أنها تدافع عن نفسها والضعف الهوان اللي كان يعاني منه الملك إنجو من تمثيل الرائع بارك هي إل، كلها كانت أسباب تخلي تشوي ميونغ جيل يدعو للسلام والخضوع لتجنب الإبادة الكاملة لشعبه. لي بيونغ هون كان أداؤه جميل جدا وعكس إن الحالة الذهنية اللي كانت الشخصية تعاني منها في لحظات وحوارات من العمل، نقلت إن تخوف الشخصية مش من إنه ينوسم كخاين، على العكس تماما، كان تخوفه إنه الحل اللي آمن فيه يكون هو الاختيار الخاطئ. في المقابل كيم يون سوك بشخصية وزير الشعائر الدينية كيم سانغ هيون كان معاكس تماما في أيديولوجيته ووجهة نظره، وعلى مدار الفيلم كان يحمل إيمان أعمى بأن الكرامة أهم من أي شيء ثاني، وأنه لما قبلوا أنه لو قبلوا الصلح فهذا الصلح راح يكون مرافق معاه ثمن باهظ. في وجهة نظر كيم سانغ هيون العيش بالاستذلال ما راح يكون مختلف عن الموت، بالعكس راح يكون أشد قسوة من الموت. ومن الأمور المختلفة عن النمط المعتاد من التصنيف التاريخي أنه أيضا القطب الثاني في هذا الصراع كان عنده الولاء الشديد والأعمى لملك وشعبه، وهذا كان إشي رائع من الفيلم عشان يخلينا كمشاهدين نتشوش بين الخيارين ونشوف انه كل شخصية لها حجتها المنطقية اللي بيستدل فيها في خياره، ونبتعد عن الحكم المسبق على الشخصية اللي كان رح يكون عندنا لو واحد منهم ما كان عنده الولاء لجوسون. وعلى عكس الاعمال التاريخية المعتادة، الخلاف بين الوزيرين ما ادى الى وجود البغض والكره والحقد بينهم، على العكس تماما، كل واحد منهم كان يعرف تماما انه الاخر عم يشتغل زيه لمصلحة جوسون. اداء جميل جدا وقوي لكيم يو سوك في فيلمه التاريخي الوحيد في مسيرته لحد ما ينزل فيلم الأدميرال الجزء الثالث واللي راح يكون فيلم التاريخي الثاني. ما بين الوزراء كان في أيضا فئة من الوزراء اللي كل همهم كان المحافظة على سلطتهم ومركزهم بغض النظر عن أي خيار راح يتخذه الملك، وفي بعض المشاهد كان تركيزهم على التمييز الطبقي كبير كما لو أنهم بأكدوا سلطتهم في القلعة واختلافهم عن 13 ألف جندي الموجود معهم. في خضم المناقشات والمداولات بين أيديولوجيات الوزراء تبرز إن ضعف وهشاشة ملك جوسون إنجو واللي لعب دوره الرائع بارك هي إل، واللي على الرغم من إنه دوره مش بالتركيز اللي على الشخصيتين القبل إلا إنه أداء ما كان يقل عنهم أهمية. أداء الممثل وشخصيته كانت كفيلة تخلينا كمشاهدين نفهم كيف وصل الحال بالبلد إلى هاي الدرجة من الضعف والوهن. باقي الكاست كان رائع جدا مثل بارك هيسون والممثل جوسو، وكانت كل شخصية في العمل إلى حيزها ومكانتها بالقصة، وما كان في شخصية ما أخذت حقها وما كان وجودها عبث وعالفاضي وجودها. خلينا هسا نتكلم عن الحوارات الرائعة جدا واللي قد ما أتكلم عنها ما بقدر أوفيها حقها. من زمان عن عمل بحوارات عميقة مثل هيك، كل حوار بيحمل فلسفة، كل حوار بيحمل فكرة. أبسط المشاهد في هذا الفيلم تحولت إلى مشاهد عظيمة بفضل الحوار الرهيب، والإشي اللي كان مرافق لهاي الحوارات العظيمة وتدعمها كانت الموسيقى التصويرية اللي من نفس الإنسان اللي ما في أي شخص بيحضر أفلام إلا وسمع إله، الياباني ريوتشي ساكاموتو، ومن أعماله الموسيقى التصويرية في الفيلم الأمريكي The Revenant. والموسيقى في فيلمنا اليوم كانت إشي ملحمي وأسطوري.
성밖엔 온통 적들이 깔렸다고 들었다. 전하, 속히 남한산성으로 옥체를 피하소서. 세자를 보내라고. 세자 조화를 돌무로 보내지 않으면 화치는 없을 것이라 하였사옵니다. 전하! 명기는 지금 세자 조화를 욕보이고 나아가 전하를 능멸하고 있사옵니다. 명기의 도를! 지금 세자 조화를 보내지 않으시면 저들이 더 큰 요구를 해올까? 신은 그것이 두렵사옵니다. 정령 전하께서는 칸의 신하가 되시겠사옵니까? 전하, 만백성과 함께 죽음을 각오하지 마시옵소서. 나는 살고자 한다. 명길이 말하는 삶은 곧 죽음이옵니다. 그럼 또 어쩌라는 것이냐? 하룻밤을 버티지 못하고 어찌 먼저 무릎을 꿇으려 하시옵니까? 조선의 백성들은 아무런 잘못이 없습니다. 폭동을 두렸지. 지수입니다. 군사들은 모두 죽일 순 없습니다. 제발 공격을 멈추시오! 내가 이 일을 해내면 성안에 모두가 살 수 있다. شفت كل شيء حكيته قبل؟ الأرهب من هذا كله كان هو السينماتوغرافي والتصوير السينمائي في هذا الفيلم. من أول فريم ومن أول مشهد راح تعرف إنك قدام عمل فخم. مشاهد المعارك على قلتها إلى إنه إنتاجها كان جدا رائع. وبالمناسبة حط ببالك إنه الفيلم سياسي أكثر من كونه فيلم حرب وأكشن ومعارك. ومع هيك الفيلم امتلأ بالمقاطع الوحشية من قطع الرؤوس والحيوانات المقتولة قبل ما تصير المعركة حتى. كما لو إنها رسالة خفية إنه جرائم الحكم الفاسد ما بتقل عن جرائم الحرب اللي ممكن تشوفها لو كنت في معركة ما بتقل عنها قسوة. المخرج أبدع أيضا في تصوير المفارقات بين طبقات الناس المحاصرين في القلعة، بين جنود متجمدين من البرد جعانين وبقاتلوا بأسلحة خردة ورديئة، للملابس الأنيقة للملك وحاشيته، الدفع والأكل اللي دائما متوفر إلهم مع إنه في 15 ألف إنسان محصور بالقلعة ومع قلة الحصص الغذائية إلهم. الفيلم طويل جدا، ساعتين وربع تقريبا مدته، وعلى الرغم من طول الفيلم إلى أنه كان مليان بالأحداث وكان بعيد عن الملل. للي بيبحث عن فيلم حرب ومعارك فالفيلم هذا لا يحتوي بشكل رئيسي، وبنصحك بدل منه تشوف فيلم The Great Battle، لكن إذا كنت بدك قصة عظيمة فالفيلم جدا رائع وبنصح فيه. الفيلم غير صالح للمشاهدة العائلية وللأطفال بسبب بعض المشاهد الدموية فيه. إذا ما كان عندك مشكلة مع هاي المشاهد فتوصيتي للفيلم انه جدا جدا بنصح فيه وبقوة. اذا شفتوا الفيلم شاركوني ارائكم بالكومنتات، ولا تنسوا تدعموا القناة بمشاركة المقطع وتفعيل جرس التنبيه ليصلك اشعار مع كل مقطع جديد. والى اللقاء في مراجعة جديدة ان شاء الله.